بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام، نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا ومرحبا وسهلا بكم هنا في الأكاديمية العلمية، أكاديمية العلم والنور والعطاء. مشاهدين الكرام، في هذه الليلة المباركة نستكمل الدرس الرابع من دروس كتاب شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. في هذا الدرس المبارك يسرنا أن نرحب بشيخنا الكريم الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. نرحب بشيخنا الكريم، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. وأنا كذلك أرحب بكم يا أخ تركي وبجميع الأخوة المتابعين معنا في هذا الدرس الذي نسأل الله جل وعلا أن يجعله درسا مباركا نافعا للجميع. اللهم كذلك امتد ترحيبنا إلى الأخوة الدارسين والدارسات في موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، وبالأخوة الذين حضروا معنا هنا في الاستوديو، جزاهم الله خيرا على حضورهم وتفاعلهم. مشاهدين الكرام، كما عودتمونا دائما وأبدا، نستقبل أسئلتكم واتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا، وعلى موقع الأكاديمية islamacademy.net. مشاهدين الفضلاء، نترك المجال لشيخنا الكريم ليستفتح الدرس الجديد، فتفضل يا شيخنا مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معاشر الإخوة الكرام، في درسنا الماضي مر معنا نصوص عظيمة دالة على عظم شأن التوحيد ورفيع مكانته، وأنه الغاية التي خلقنا لأجلها وأوجدنا لتحقيقها، وأن الرسل الكرام عليهم صلوات الله وسلامه إنما بعثوا لدعوة الناس لتحقيق هذه الغاية العظيمة والمطلب الجليل. ومر معنا أيضا الآيات الدالة على أن التوحيد هو أعظم الوصايا، وهو حق الله تبارك وتعالى على عباده. فلما بين الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مكانة التوحيد، شرع في الباب الذي هو موضوع درسنا في هذا اللقاء، شرع في بيان فضل التوحيد وآثاره العظيمة وثماره المباركة في الدنيا والآخرة، فعقد هذه الترجمة التي هي موضوع درسنا. ونستمع الآن إلى عنوان الباب وأيضا الأدلة التي ساقها المؤلف رحمه الله في هذا الباب. حسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال المؤلف رحمه الله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب.
في لقائنا السابق عرفنا أن الباب هو المدخل إلى الشيء، وفي العلم يعقد المصنفون وأهل العلم أبوابا عديدة يكون كل باب منها جامعا لمسائل أو دلائل تختص بالترجمة التي هي عنوان الباب. وعرفنا أن الشيخ رحمه الله قسم كتابه التوحيد إلى أبواب تزيد على 60 بابا، فهذا الباب عقده لبيان فضل التوحيد، قال باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. فضل التوحيد أي فضائله، لأن التوحيد له فضائل كثيرة ومنافع عديدة وآثار طيبة، والمفرد إذا أضيف القاعدة فيه عند أهل العلم يعم. باب فضل التوحيد أي باب عقد لبيان فضائل التوحيد وثماره وآثاره المباركة التي لا تعد ولا تحصى. قال وما يكفر من الذنوب، ما يكفر هنا ما يحتمل أن تكون مصدرية ويحتمل أن تكون موصولة، إذا كانت موصولة يكون الباب باب فضل التوحيد والذي يكفره من الذنوب، وإذا كانت مصدرية يكون الباب باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب، فضل التوحيد وتكفيره الذنوب. والأولى أن تقدر مصدرية، لأنها إذا قدرت موصولة قد يتوهم أن يظن أن يعني أن التوحيد يكفر بعض الذنوب لا بعض، باب فضل التوحيد والذي يكفره من الذنوب، فقد يتوهم أو يظن أنه يكفر بعضا دون بعض، وليس هذا هو المراد. ولهذا قال أهل العلم الأولى أن يكون تقديرها مصدرية لا موصولة. باب فضل التوحيد وما يكفره من الذنوب، أي أن من فضائل التوحيد تكفير الذنوب، وهذا كما بين أهل العلم من عطف الخاص على العام. ما معنى ذلك؟ من عطف الخاص على العام، التوحيد له فضائل كثيرة، من جملة هذه الفضائل ماذا؟ تكفيره الذنوب، من جملة هذه الفضائل تكفيره للذنوب. فالتوحيد له فضائل، سيأتي معنا في هذه الترجمة جملة مباركة منها، ومن جملة هذه الفضائل أن التوحيد يكفر الذنوب، وسيأتي الدليل عليه. بدأ أول ما بدأ في سوق الأدلة على هذه الترجمة بإيراد قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهذه الآية الكريمة تدل على فضيلة عظيمة للتوحيد، ألا وهي أن التوحيد سبب الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة، لأن الله عز وجل ختم الآية بقوله: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذن هاتان فضيلتان للتوحيد، أنه سبب للأمن وسبب للاهتداء. قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الذين آمنوا ولم يلبسوا، ما معنى يلبسوا؟ أي يخلطوا، واللبس الخلط، آمن دون أن يخلط إيمانه، دون أن يخلط إيمانه. واللبس هو
ما يغطي الشيء، ما يغطي الشيء ويحيط به. وليس من الذنوب ما من شأنه أن يغطي الإيمان ويمسح أثره إلا الشرك. ولهذا فإن المراد بالظلم في الآية هو الشرك لا سائر الذنوب. فقولها الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يخلطوا إيمانهم بشرك، أي لم يخلطوا إيمانهم بشرك. وقد جاء في السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الظلم بذلك، لأن الصحابة كما في المسند وغيره لما نزلت هذه الآية شق عليهم أمرها، لما نزل قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق أمر الآية على الصحابة وأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه، ظنوا أن المراد بالظلم ماذا؟ الشرك. ظنوا أن المراد بالظلم ظلم النفس بفعل المعاصي، أن الظلم هو ظلم النفس بفعل المعاصي. وهنا ينبغي أن نعلم معاشر الإخوة أن الظلم ثلاثة أنواع، الظلم ثلاثة أنواع، ودواوين الظلم يوم القيامة ثلاثة، وهذا ثبت به حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال الظلم ثلاثة أو دواوين الظلم ثلاثة: ديوان لا يغفره الله، وديوان لا يتركه الله، وديوان لا يعبأ الله به. أما الديوان الذي لا يغفره الله فهو الشرك، وأما الديوان الذي لا يتركه الله فهو ظلم العباد بعضهم لبعض حتى يقتص للمظلوم من ظالمه، وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به فهو ظلم العبد لنفسه فيما دون الشرك. الآن عرفنا دواوين الظلم الثلاثة. الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ما المراد بالظلم هنا؟ النوع الأول، النوع الأول. نأخذ هذا التفسير من السنة لأن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الآية ففسر لهم ذلك، قال ليس هذا، أما قرأتم قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والمراد بالظلم هنا في الآية تحديدا الشرك بالله. ويأتيكم هنا السؤال: لماذا سمي الشرك في الآية وفي آيات عديدة بالظلم؟ لماذا سمي ظلما؟ لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. فهل هناك أعظم من أن يضع الإنسان العبادة في غير موضعها؟ العبادة حق لله، فإذا صرفت لغير الله وضعت في غير موضعها، وهذا أظلم الظلم. ولهذا الشرك ظلم، بل هو أظلم الظلم، وقد قال تعالى والكافرون هم الظالمون، وقال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك ظلم بل هو أظلم الظلم. وقوله لم يلبسوا أيضا في 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 كما استنبط بعض أهل العلم من قوله يلبسوا استنبط أن المراد بالظلم هنا الشرك، لأن الذي يلبس الشيء هو ما يغطيه، يغطيه، وليس شيء يغطي الإيمان ويعفي أثره مثل الكفر والشرك بالله. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يخلطوا توحيدهم وإيمانهم بشرك، ما هي الثمرة؟ أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذن الأمن والاهتداء ثمرة للتوحيد والبعد عن الشرك، وهذا هو مقصود الترجمة. إذن الآية دلت على أن أهل التوحيد، أن أهل التوحيد البعيدين عن الشرك هم أهل الأمن وأهل الهداء في الدنيا والآخرة.
هنا نريد أن نصل إلى فائدة تؤخذ من الآية. ما هي أقسام الناس؟ ما هي أقسام الناس من حيث تحصيلهم للأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة؟ ما رأيكم؟ ما القسمة التقديرية هنا؟ ما هو حظ الناس من الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة؟ تفضل عبد الله. على قدر التوحيد. هذا الجواب موجز ودال على المقصود، على قدر التوحيد. لكن على وجه التفصيل جوابا على هذا السؤال، نقول الناس في حظهم من الأمن والاهتداء ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، إلى ثلاثة أقسام. قسم أهل الأمن التام والاهتداء التام، وهؤلاء هم الذين لم يخلطوا إيمانهم بشرك، وأيضا كملوا إيمانهم وتمموه بالبعد عن الذنوب والبعد عن المعاصي والتوبة منها وحسن الإقبال على الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء ما هو حظهم من الأمن والاهتداء؟ التام الكامل. القسم الثاني عنده التوحيد ولكنه ظلم نفسه بالإيش؟ بالمعاصي والذنوب، فهذا ينتفي عنه الأمن والاهتداء كلية، أو له حظ من الأمن والاهتداء؟ له حظ من الأمن. إذن إيمانه ناقص فأمنه واهتداؤه ناقص، مثل ما قال زميلكم، بحسب قدر التوحيد وقدر الإيمان. والقسم الثالث من ليس له أمن ولا اهتداء، وهو من؟ المشرك. إذن نقول من جاء بالإيمان التام فله الأمن والاهتداء التام، ومن جاء بالإيمان الناقص فله أمن واهتداء ناقص بحسب إيمانه، ومن لا إيمان له فلا أمن له ولا اهتداء. إذن هي ثلاثية. ومن هذا أيضا ندرك فضيلة التوحيد ومكانة الإيمان، وأن من آثاره الحميدة وعوائده الطيبة أن صاحبه له الأمن وله الاهتداء في الدنيا والآخرة. والآن ننتقل إلى الدليل الثاني عند المصنف رحمه الله. أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله: عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجه. هذا الحديث العظيم حديث عبادة بن الصامت، قال عنها الإمام النووي صاحب رياض الصالحين وصاحب الأربعين، إمام مشهور، قال هذا الحديث من أجمع أو أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد. وفعلا حديث جامع لعقائد الإيمان وموجبات دخول الجنة. وقد ختمه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. والشاهد من الحديث للترجمة قوله: أدخله الله الجنة، أدخله الله الجنة. فهذه ثمرة من ثمار التوحيد المباركة، أنه سبب لدخول الجنة، وصاحب التوحيد هو من أهل الجنة ومآله إلى جنات النعيم. والحديث اشتمل على بيان التوحيد، توحيد الله عز وجل بالعبادة وإخلاص الدين له، وأيضا تجريد المتابعة والإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام، وغير ذلك من أمور الإيمان التي يأتي بيانها على وجه الاختصار. بدأ أول ما بدأ عليه الصلاة والسلام بهذه الإيمانيات العظيمة والعقائد المتينة في هذا الحديث، بدأ أول ما بدأ بقوله: من شهد أن لا إله إلا الله. من شهد أن لا إله إلا الله، وهذا
أعظم المطالب وأجل المقاصد على الإطلاق، شهادة أن لا إله إلا الله. شهد أن لا إله إلا الله أي أقر واعترف وآمن وأذعن بأن لا إله إلا الله. وهذه الشهادة تتطلب من الشاهد حتى تكون شهادته حقا وصدقا، تتطلب منه أمورا ثلاثة، أمورا ثلاثة: العلم والعمل والصدق. العلم بما شهد والعمل بما شهد، وأن يكون أيضا صادقا في هذه الشهادة. فهذه أمور ثلاثة لا بد منها. فمن شهد أن لا إله إلا الله حتى تكون شهادته أن لا إله إلا الله صحيحة مقبولة مجدية نافعة، لا بد من أمور ثلاثة: علم وعمل وصدق. فإذا كانت شهادته عن علم كما قال الله عز وجل: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، قال بعض المفسرين: إلا من شهد أن لا إله إلا الله وهم يعلمون معنى ما شهدوا به. وجاء في صحيح مسلم من حديث عثمان رضي الله عنه: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. فلا بد من العلم، لا بد من العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا بد من العلم. ولا بد من العمل، لا إله إلا الله لها مقتضيات وموجبات، مقتضيات لهذه الشهادة، فلا بد من العمل بها. ولا بد أيضا أن يكون قائلها صادقا، لا يشهد بها بلسانه بل يواطئ قلبه لسانه، يكون صادقا من قلبه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من شهد أن لا إله إلا الله صادق قلبه دخل الجنة. لاحظوا معي، لا إله إلا الله إنما تكون نافعة مجدية الشهادة بها إذا توفرت أمور ثلاث: العلم والعمل والصدق. إذا وجد العلم، إذا وجد العلم خرج الإنسان وبرئ من طريقة النصارى الذين يعملون ولا يعلمون، على ضلالة، على ضلال. وإذا وجد العمل خرج من طريقة اليهود الذين يعلمون ولا يعملون. وقد جاء في حديث يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. لماذا؟ لأن أولئك يغلب عليهم العلم بلا عمل، وأولئك يغلب عليهم العمل بلا علم. فإذا الشهادة لابد من علم حتى يخرج من طريقة أهل الضلال الذين يعملون بلا علم، ولا بد فيها من العمل حتى يخرج من طريقة المغضوب عليهم الذين يعلمون ولا يعملون. ونحن في كل صلاة نسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم من عندهم علم بلا عمل، والضالون من عندهم عمل بلا علم. فإذا لابد من العلم حتى نخرج من طريقة أهل الضلال، ولا بد من العمل حتى نخرج من طريقة المغضوب عليه، لأن الذي يعلم ولا يعمل يغضب الله عليه، والذي يعمل بلا علم ضال. فإذا لابد من العلم ولا بد من العمل، ولا بد من الأمر الثالث وهو الصدق حتى يخرج من طريقة من المنافقين الذين يظهرون ما لا يبطنون. وإذا جاءك المنافقون قالوا نشهد، قالوا نشهد، لاحظ الكلمة نشهد، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون في ماذا؟ في صدقهم، في صدقهم، كاذبون في صدقهم، لأن ما نطقوا به بألسنتهم يخالف قلوبهم، يخالف قلوبهم. ولهذا أهل العلم قالوا لا إله إلا الله لها لفظ ولها معنى، فلا يقبل اللفظ بدون المعنى، لا بد أن يتلفظ الإنسان بها، ولا بد أن يفهم معناها ويحقق معناها وأن تكون نابعة من قلبه. إذن هذا هو معنى الشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله
يعلم ويكون صادق بهذه الشهادة ومحققا لمقتضياتها. وسيأتي معنا أيضا أن هذه الكلمة لا تكون مقبولة من قائلها إلا بشروط ذكرها للعلم مأخوذة بالاستقراء لكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. من قال من شهد أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، قلنا ونؤكد أن كلمة التوحيد تتضمن النفي والإثبات، النفي والإثبات، وهما ركنان للتوحيد، ركنان للتوحيد، لا قيام للتوحيد إلا عليهما، النفي في قوله لا إله والإثبات في قوله إلا الله. قلت لكم في لقائنا السابق من وجد منه النفي دون الإثبات ما حكمه، ومن وجد منه الإثبات دون النفي ما حكمه؟ نعم تفضل. وجد منه الإثبات مع النفي هذا مشرك. من وجد منه الإثبات دون النفي مشرك. ونجد مع النفي عدم النفي، نعم، دون الإثبات هذا ملحد. ملحد. إذن لا توحيد، أحسنت، لا توحيد إلا بنفي وإثبات. لا توحيد إلا بنفي وإثبات، نفي العبادة عن كل من سوى الله وإثباتها لله وحده، لا إله إلا الله. هذا المعنى إذا لم يفهم ونطق الإنسان بهذه اللفظة هل يكون حققها؟ إذا نطق الإنسان باللفظ لا إله إلا الله لكنه لا يدرك ما تدل عليه هذه الكلمة من النفي والإثبات. المشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فهموا، وهم عرب خلص يعرفون دلالة الألفاظ ومعانيها، لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ماذا قالوا؟ ذكر الله عز وجل جوابهم في القرآن، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. من أين قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا؟ من أين أخذوا هذا؟ من كلمة لا إله إلا الله، عرفوا أن لا إله إلا الله تنفي العبادة عن كل من سوى الله، تنفيها عن اللات، عن العزة، عن منات، عن كل ما يعبد، وتثبت لله وحده. ففهموا الكلمة، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، وأخذوا يتواصون بينهم، أخذوا يتواصون بينهم بأن يكون بينهم صبر على الآلهة وعبادة الآلهة، وأن لا يدخلوا في هذا الجديد. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، يعني يراد بكم أمر فلا تنخدعوا ولا تنغروا ولا يخدعكم، إن هذا لشيء يراد. إذن هم مجرد أن قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فهموا المعنى. أبو سفيان لما ذهب إلى الشام وسأله هرقل ماذا إلى أي شيء يدعوكم، ماذا قال سفيان؟ قال يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. من أين جاء به هذه الكلمة اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا؟ من لا إله إلا الله، يسمعه يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وفهم المعنى. ففهم المعنى لا بد منه حتى يكون الإنسان من أهل هذه الكلمة، فهم مدلول هذه الكلمة والعمل بها والصدق بقولها. ثم قال ومن شهد أن محمد رسول الله، الشهادة لنبينا صلى الله عليه وسلم بالرسالة. عفوا يا شيخ، هذه الحديث ينطبق على ما ذكرتم أن الآيات التوحيد يكون في بداية الآية، في بداية السياق، مصدرة في الآيات. نعم، نجد أن كذلك هنا في التوحيد في بداية الحديث من شهد أن لا إله. حتى السنة ما ذكرناه في القرآن أيضا يأتي في أحاديث كثيرة، عندما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأوامر يبدأ بالتوحيد. يا معاذ إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، ثم ذكر الصلاة ثم الزكاة. ألا أخبركم بأكبر الكبائر، بدأ بالشرك بالله، ثم ذكر عقوق الوالدين، ثم ذكر شهادة الزور.
اجتنبوا السبع الموبقات، أول ما بدأ ذكر الشرك ثم ذكر وهكذا. فدائما في الكتاب والسنة الأوامر والنواهي، تبدأ الأوامر بالتوحيد وتبدأ النواهي بالنهي عن الشرك. عن الشرك. قال: من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هنا الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. أرسل لأجل ماذا؟ حتى نعرف معنى الشهادة له بالرسالة. أرسل لماذا؟ قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا، أكمل الآية، إلا ليطاع بإذن الله. الرسل أرسلوا لأجل أن يطاعوا. إذن مقتضى الشهادة له بالرسالة طاعته. ولهذا قال الشيخ رحمة الله عليه في كتاب الأصول الثلاثة: شهادة أن لا إله إلا الله طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فهذه شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطاعة، الأوامر تفعل، النواهي تترك وتجتنب، والأخبار تصدق. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. لاحظوا معي هنا، قال: من شهد، ومن شهد أن محمدا عبده ورسوله. ذكر أمران نشهد لنبينا صلى الله عليه وسلم بهما: العبودية والرسالة. وهو صلوات الله وسلامه عليه كمل مقام العبودية أكمل تتميم، وأيضا كمل مقام الرسالة أكمل تتميم، ووفى عليه الصلاة والسلام بالعبودية وقام بها خير قيام، وأيضا وفى بالرسالة فبلغ أكمل بلاغ صلوات الله وسلامه عليه. شهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه الشهادة له عليه الصلاة والسلام بالعبودية والرسالة تعطي الشاهد اعتدالا في هذا الباب بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط. والناس في هذا الباب ثلاثة أقسام: غالي وجافي ومتوسط. وخيار الأمور ماذا؟ الوسط، أوساطها، لا تفريطها ولا إفراطها. فالذي يشهد بأنه عبد ورسول يكون معتدلا فيه. لاحظوا معي: من شهد أنه عبد، هل العبد يعبد؟ هل العبد يعبد؟ هل يصرف له شيء من العبادة؟ إذن ينتفي الغلو في إيمان الإنسان بأنه عبد، إيمانه قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، بشر عبد يوحى إلي رسوله. فالذي يؤمن بأنه عبد، العبد لا يعبد، العبد معبود، العبد لا يعبد، الله المعبود، الله المعبود. نعم. العبد لا يعبد، العبد لا يعبد، لأن العبادة المعبود وهو الله سبحانه وتعالى، هو الله سبحانه وتعالى. العبد لا يعبد، لا يستحق شيء من العبادة. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام لابن عباس: يا غلام إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. السؤال، الاستعانة، العبادة كلها لله جل وعلا. العبد لا يعبد. فالذي يخل بهذا المقام، مقام الإيمان والشهادة لأن النبي عليه الصلاة والسلام رسول الله، قد يغلو فيه ويصرف له شيء من العبادة، مثل أن يقول مدد يا رسول الله، أو أغثني، أو أدركني، مثل ما يفعل كثير من الضلال. فهل هؤلاء حققوا إيمانهم بأنه عبد؟ لو حققوا إيمانهم بأنه عبد لم يعطوه شيئا من حقوق الرب، حقوق الإله سبحانه وتعالى. إذن العبد لا يعبد. فمن حقق مقام الإيمان بالإيمان بالعبودية بأن النبي صلى الله عليه وسلم عبد، يسلم من جانب الإيش؟ الغلو. الغلو، يسلم من جانب الغلو. ومن حقق الإيمان بأنه الرسول يسلم من جانب الجفاء، التهاون باتباعه، التهاون بمحبته، التهاون بطاعته، التهاون بالاقتداء به
التهاون بالسير على نهجه هذا كله يأتي من ضعف تحقيق الإيمان برسالته عليه الصلاة والسلام. الغلو الذي يأتي عند طوائف من الناس يدخل عليهم من جهة عدم تحقيقهم الإيمان بعبوديته. فإذا الإيمان بأن عبد الله ورسوله يعطي المؤمن اعتدالا ووسطية. الوسطية في شأن النبي صلى الله عليه وسلم تنبع من إيمان المسلم بهذين الأمرين بالعبودية والرسالة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم قال وشهد أن عيسى عبد الله ورسوله. أيضا في عيسى عليه السلام لا إفراط ولا تفريط، عبد الله ورسوله. عبد الله هذا يبطل الغلو الذي وقع فيه النصارى في شأن نبي الله عيسى. ماذا قالوا؟ قالوا ابن الله، قالوا ثلاثة، وهذا غلو. هو عبد من عبيد الله، وهو مخلوق لله سبحانه وتعالى، خلقه الله وأوجده، فهو عبد من عبيد الله، فلا يقال في العبد أنه ابن لله أو ثالث ثلاثة أو غير ذلك من الضلالات التي يقولها النصارى. رسوله فيه رد على اليهود وأيضا جميع الجفاة في حقه. اليهود قالوا قاتلهم الله، قالوا إنه ابن بغي والعياذ بالله، فهل يقال هذا في رسول من أولي العزم من الرسل، خيار من أفاضل عباد الله، هل يقال في هذا كهذا من الجفاء؟ ومقالة النصارى فيه من الغلو والاعتدال في ماذا؟ في الوسط، في الوسطية. جاء في بعض روايات الحديث من شهد أن عيسى عبد الله ورسوله عبد الله ورسوله وابن أمته، وهذا في هذا القدر رد على اليهود، رد على اليهود. الشاهد إذن لابد من الوسطية. قال وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. عيسى كلمة الله. ما معنى عيسى كلمة الله؟ هل عيسى هو نفس الكلمة؟ لا، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فعيسى بالكلمة كان، ليس عيسى عليه السلام هو الكلمة، ليس عيسى هو كلمة كن، ليس عيسى هو كلمة كن، وإنما بالكلمة كان. وقيل كلمة الله لأنه بالكلمة، فالمصدر إذا أضيف إلى الله قد يراد به الصفة وقد يراد به أثر الصفة، وهذه فائدة. المصدر مثل الرحمة، الرحمة إذا أضيفت إلى الله تارة يراد بها الصفة وتارة يراد بها أثر الصفة، وهذا يعلم من السياق. عندما نقول المطر رحمة الله، ما معنى قولنا رحمة الله؟ أثر الرحمة. هنا نقول عيسى كلمة الله، هل المراد أن نفس الكلمة ولا أثر الكلمة؟ أثر الكلمة. إذن عيسى كلمة الله أي أثر كلمة الله، لأنه بالكلمة كان، قال الله كن فكان، فليس عيسى هو كلمة كن ولكنه بالكن كان، قال الله كن فكان. كلمته ألقاها إلى مريم، لأن الله عز وجل أرسل جبريل إلى مريم ونفخ في درعها، ولهذا قال وروح من روح من الأرواح المخلوقة التي خلقها الله سبحانه وتعالى. ألقاها إلى مريم، أرسل جبريل ونفخ في درعها، وتكون عيسى عليه السلام من أم بالعذب. والله عز وجل قدير على كل شيء. فعيسى ولد وتكون في رحم مريم بدون أب. ولما حملت به اهتمت للأمر وقالت ماذا؟
ماذا قالت مريم؟ ليتني كنت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وأتت به قومها تحمله وهي في غاية الهم من هذا الأمر. ماذا تقول؟ لأن في مألوف الناس وفي معتادهم معروفهم فيما يعرفون أن ما يمكن أن يكون حمل إلا بي وهي غير متزوجة. فالتهمة بالبغي, التهمة بالبغي, فهي حملت هما عظيما. فيشاء رب العالمين أن تكون الحجة والبيان بإنطاق عيسى وهو في المهد. وجاءت إلى قوم تحمله قالوا يا مريم, تكمل الآية, لقد جئت شيئا فريا, يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. يعني أنت من بيت صالح, من أين جاءت هذا الأمر؟ يعني معروفة. وهذا أيضا في فائدة من صلاح البيت. صلاح البيت له أثر في صلاح الأبناء. صلاح الأبناء, وتجد الابن يهتم لأسرته الصالحة, لا يلطخهم بسمعة ولا يجر لهم رذيلة ولا فقالها نعم ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية, فأشارت إليه قالت الجواب تشير إلى الطفل الذي في المهد. والطفل الذي في المهد ما يتكلم أيضا, هذا معروف أن ما ينطق إلا فيما بعد, يتعلم الكلام تدريجيا وينطق تدريجيا. فأشارت إليه وقال هذا الطفل عليه السلام, قال في مهده أشارت, فقال إني عبد الله, إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت ووصاني بالصلاة والزكاة وبرا بوالد ولم أكن جبارا. ذكر أشياء نطقها في المهد, وهذه حجة ظاهرة, والله عز وجل أقام عليهم الحجة بنطق هذا براءة. الشاهد أن عيسى نؤمن بأنه عبد الله ورسوله وكلمته على ما فهمنا قبل قليل القائل وروح منه أي من الأرواح التي خلقها الله سبحانه وتعالى, مثل ما قال وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه, أي خلقا وإيجادا, فهو منه خلقا وإيجادا. وثم قال وأن الجنة حق والنار حق, أيضا آمن بالجنة وآمن بالنار. وهذا فيه أيضا الإيمان بالثواب والجزاء ولقاء الله عز وجل وإثابة للمطيعين ومعاقبته للعاصين والاستعداد لهذا اليوم العظيم. من وجدت فيه هذه الإيمانيات وهذه العقائد المباركة, ما هي الثمرة؟ أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وهذا الشاهد للترجمة أن العقيدة والإيمان والتوحيد الصحيح والإيمان الخالص سبب لدخول الجنة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. قال المصنف رحمه الله ولهما في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ولهما أي البخاري ومسلم, لأن حديث عبادة بن الصامت قال أخرجاه ثم عطف عليه قال ولهما أي البخاري ومسلم من حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه. والحديث طويل لكن المؤلف اقتصر على ذكر الشاهد إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذا الحديث يعطينا فائدة عظيمة وثمرة مباركة من ثمار التوحيد, أن الموحد ماذا؟ مخلص, محرم على النار. أن الموحد محرم على النار, لأنه قال إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله. لكن هنا لابد أن نعرف وأن ننتبه, هل كل من يقول لا إله إلا الله يحرم على النار؟ هل كل من يقول لا إله إلا الله يحرم على النار؟ أو لابد من تحقيق ضوابط هذه الكلمة وشروطها التي دل عليها كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام.
لاحظ هنا قال من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، فإن قال يبتغي بها وجه الله فأتى بها على الإخلاص، على الصدق، على إرادة الله سبحانه وتعالى بالعمل، هذا الذي ينال ثواب هذه الكلمة. ولهذا أخذا من هذا الحديث وأحاديث كثيرة في الباب، قال العلماء إن لا إله إلا الله لا تقبل من قائلها إلا بشروطها، لها شروط. وكلكم الآن يعلم أن الصلاة لا تقبل إلا بماذا؟ شروط إلا بشروط. الحج لا يقبل إلا بشروط. الزكاة لا تقبل. ولهذا تقرأ كتب الأحكام كل عبادة يذكر الفقهاء والعلماء شروط قبول العبادة. فهل لا إله إلا الله تقبل هكذا؟ وإلا لابد أيضا من شروط لها تكون بها مقبولة، مثلها مثل أمور الدين الأخرى. نصوص الشرع، نصوص الكتاب والسنة دلت على أن لا إله إلا الله لا تقبل من قائلها إلا بشروط سبعة، إلا بشروط سبعة. وكل شرط من هذه الشروط وردت عليه الدلائل الكثيرة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الشرط الأول العجالة شيء. ماشي. الشرط الأول العلم المنافي للجهل، نختصر فيها نذكرها سردا وإلا أدلتها وشرحها يحتاج إلى شيء من الوقت. الأول العلم المنافي للجهل، والثاني اليقين المنافي للشك، والثالث الصدق المنافي للكذب، والرابع الإخلاص المنافي للشرك والرياء، والخامس المحبة المنافية للبغض والكره، والسادس الانقياد المنافي للترك، والسابع القبول المنافي للرد، كما قال الناظم وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لا ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد، فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. وتجدون هذه الأبيات مع شرح نافع لها في كتاب عظيم في بيان الإيمان والتوحيد، كتاب معارج القبول للشيخ حافظ حكمي رحمه الله، وكتاب من أنفع الكتب وأفودها، وفيه بسط للأدلة وشرح وجامع لأمور الإيمان كلها. إذن حديث عتبان دل على فائدة من فوائد التوحيد، وهي إيش؟ التحريم على النار. إذن الآية الأولى دلت على أن من ثمار التوحيد حصول الأمن والاهتداء، الآية الحديث الأول دل على أن من ثمار التوحيد دخول الجنة، حديث عتبان دل على أن من ثمار التوحيد تحريم دخول النار، لكن لا بد من شروط تحقيق لا إله إلا الله بتحقيق شروطها وضوابطها في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أحد العلماء جمع شروط لا إله إلا الله السبعة في بيت واحد، وهذا أتركه للأخوة المتابعين معنا، ما هو البيت الذي جمع فيه أحد أهل العلم الشروط السبعة كاملة؟ هو بيت واحد جمع هذه الشروط السبعة كاملة. جميل. نعم، نأخذ الحديث إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال موسى: لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع وفي كفة، ولا إله إلا الله في كفة، في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. وهذا الحديث أيضا من الحديث العظيمة الدالة على فضل التوحيد وثمرة التوحيد العظيمة، وأنه أثقل شيء في الميزان. لو قيل لنا ما هي ثمرة التوحيد التي دل عليها هذا الحديث، ثمرة التوحيد التي دل عليه هذا الحديث أنها أثقل، أن التوحيد أثقل شيء في الميزان، ليس في الميزان شيء يوضع أثقل من التوحيد ومن كلمة التوحيد. وعليه دلائل كثيرة، منها هذا
هذا الحديث حديث أبي موسى أن حديث من؟ حديث أبي سعيد حديث أبي سعيد أن موسى عليه السلام قال يا رسول الله قال يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. ماذا يريد الآن؟ يريد شيء يكون جامع لجانبي الذكر والدعاء. قال له الله قل لا إله إلا الله. قال يا رب كل عبادك يقولون هذا كل عبادك يقولون هذا كل عبادك أهل التوحيد والعبادة يرددون هذه الكلمة، وهذه الكلمة تردد من بدء وجود عباد الله وخلق الله لهم، نشأوا على هذه الكلمة، ثم حصل فساد وحصل خلل، فأرسل الله الرسل حتى يعود الناس إلى التوحيد وإلى كلمة التوحيد لا إله إلا الله. قال كل عبادك يقولون هذا كل عبادك يقولون هذا. ماذا يريد؟ كان يريد شيء يخص به، يعني كان يريد شيء يختص به. فبين الله عز وجل فضل هذه الكلمة، ولهذا من فوائد هذه الكلمة أن التنبيه لفضل التوحيد يحتاج كل أحد، التنبيه لفضل التوحيد وفضل كلمة التوحيد يحتاج كل أحد. فبين الله له فضل هذه الكلمة، قال يا موسى لو أن لا إله إلا الله وضعت في كفة، والسماوات السبع والأراضون السبع وعامرهن غيري وضعنا في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله، أي لثقلت بهن لا إله إلا الله. لاحظ السماوات السبع والأراضون السبع لو توضع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لثقلت لا إله إلا الله بالسماوات والأراضون، هذا يدل على ثقل هذه الكلمة في الميزان. بل جاء في حديث عبد الله بن عمرو في المسند وبسند ثابت أن نوحا عليه السلام قال لابنه يا بني آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله، ولو كانت السماوات السبع والأراضون السبع حلقة مفرغة لفصمتهن لا إله إلا الله. أحسن الله إليكم شيخا. بقي حديث نعم. إذن هذه فضيلة استفادة من هذا الحديث، ويشهد له حديث عبد الله بن عمرو الذي أشرت إليه، وهي أن لا إله إلا الله أثقل شيء في الميزان. الحمد لله. نكمل إن شاء الله تعالى شيخ الحديث الباقي في نعم شرب بعد الفاصل بإذن الله. تفضل. أحسن الله عليكم. مشاهدين الكرام، فاصل، وبعد الفاصل بإذن الله تعالى نستكمل مع شيخنا الكريم هذا الباب، وأيضا نستقبل أسئلتكم واتصالاتكم على هواتف البرنامج وعلى موقع الأكاديمية إسلام أكاديمي.